السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهاردة بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة الوصفة سهلة وبسيطة كالعادة. النهاردة معانا شاورما عاملاها بطريقة سهلة وبسيطة وزي المحلات بالظبط، وعملتها سندوتشات او ممكن تاكليها بقى زي ما انتي تحبيها او تفضليها. بصوا شكلها خطير والطعم حكاية. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة انا معايا لحمة ومتقطعة جوليان او شرايح طويلة. اول حاجة حطيتها ورحت حط عليها ملح وبهارات شاورما وحطيت عليها فلفل اسود. يبقى انا حطيت عليها فلفل اسود وبهارات شوي وحطيت عليها حبة ملح وهفركهم كويس جدا مع بعض، يعني اخلطهم كويس جدا مع بعض. طبعا انا عايزة هقول لكم على حاجة، ان انا هشم ريحة اللحمة، لو اللحمة فيها زفارة هبدأ احط لها ليمونة، اعصر عليها ليمونة او احط لها خل. هقول لكم احنا هنعمل ايه. انا هنا معايا فلفل متقطع الوان وبصل متقطع جوليان وتوم. انا هنا جبت ليمونه ورحت مقطعاها على الشاورما وقلبتها عشان ما يبقاش فيها ريحه زفار. طيب لو محدش عنده ليمون ممكن تحطي خل، يعني هما الليمون والخل بيدوا نفس النتيجه ونفس الزفاره، بيشيلوا الزفاره يعني. انا هنا معايا فلفل الوان مقطعه جوليان وبعد كده قطعته حتت صغيره. اول حاجه جبت الصاج وحطيت فيه 4 فصوص من التوم وعليهم حبة زيت، يعني معلقة زيت بس، وهبدأ أنزل الشاورما عليها وهبدأ أديها صدمتها، بس صدمة كده. يعني أنا عندي الصاج بتاع الفرن أنا جبته وحطيته على البوتاجاز وقعدت إن أنا أستخدم فيه أو إن أنا أعمل فيه الشاورما. طبعا زي ما انتوا شايفين لون الشاورما معايا أو لون اللحمة معايا بياخد الصدمة بتاعته فبيغير اللون بتاعه. هفضل انا مستمرة في التقليب لحد ما كلها تاخد نفس اللون. هبدأ انزل بشرايح البصل او بقطع البصل على حسب رغبتك في الاكل بتاعه، يعني انت ممكن تقطعي جوليان، ممكن تقطعي حلقات، وممكن تقطعي مكعبات صغيرة. هقلبهم كويس جدا بحيث ان البصل يدبل معايا بس، وهفضل برضو مستمرة في التقليب. هنزل بالفلفل الألوان معايا، فلفل أخضر، فلفل أصفر، فلفل أحمر، ممكن تحطي فلفل حامي مفيش أي مشكلة، فلفل الحامي اختياري مش إجباري. وهفضل برضو أقلبهم كويس جدا مع بعض. انا عايزه البصل وعايزه الفلفل والخضور اللي انا هحطه عليه هيكون دبلان بس. بصوا الشكل بجد خطير. طبعا هاجي في المرحلة دي هروح منزلة الطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات او شرايح، برضو كالتقطيع على حسب رغبتك، وافضل اقلبهم كويس جدا مع بعض. بصوا عاملة ازاي، مفيش اي حاجة غامقة معايا، مفيش اي حاجة مهرية، كل حاجة واخدة السوا المظبوط. بصوا اللحمة لونها فاتح مش غامق. انا هنا مقطعه بطاطس صوابع تمام، وطبعا الشاورما خلصت معايا وجهزت معايا ما بتاخدش وقت خالص. انا جبت الساندوتش وحطيت فيه بطاطس من تحت وحطيت عليه حبه شاورما وحطيت عليه حبه سلطه وسلطه الطحينه من على الوش. هفضل اعمل كميه السندوتشات معايا بالطريقه دي. طبعا لو انتوا حابين تاكلوا جنبها مكرونه عادي مفيش مشكله، حابين تحطوها في برجر او فينو مفيش اي مشكله برضه، او كايزر مفيش اي مشكلة. يعني الاكل والتقديم والذوق على حسب رغبتك او على حسب ما بتفضلي الوجبة تاكليها ازاي.
وفي ناس بتغمسها بعيش. طبعا انا معايا الكيلو الشاورما او كيلو اللحمة، عمل معايا كمية سندوتشات كتيرة جدا وفاض معايا برضو. طبعا زي ما انتوا شايفين بجد شكلها خطير. طبعا بقى هملى كل السندوتشات معايا، انا عاملة كمية سندوتشات كتيرة. طبعا بقى انتوا ممكن تشيلوا البطاطس من تحت، ممكن تشيلوا السلطة وتحطوا شاورما بس. فطبعا زي ما انا قلت لكم الاذواق في الاكل بتختلف عن البعض والتاني. ممكن الاستغناء عن الطحينة، بس بصراحة الطحينة بتدي للساندوتش طعم حلو جدا. وخلي بالكم موفرة جدا عن برا، وفي نفس الوقت انت اللي عاملاها وضمنوها، ولو جبتي الساندوتش ده برا بيكون غالي. فلازم نعمل كل حاجة بايدينا وفي بيتنا، وبلاش يا جماعة نجيب اي اكل من برا. بجد احنا ما بنبقاش ضامنين الاكل اللي من برا ده بيبقوا عاملينه ازاي، او مين اللي عامله، او بيبقوا ماسكين ايه، او عاملين ايه. فربنا يسترها علينا جميعا يا رب. احنا لما نعمل الحاجة بايدينا تبقى حلوة وبسيطة وسهلة ان شاء الله، وفي نفس الوقت تبقى مفيدة لأولادنا كمان وصحية. على فكرة الشاورما دي انا حطيت بس للصاج، حطيت معلقتين او معلقة من الزيت فقط لغير، يعني معلقة زيت بس، انا ما حطيتش زيت خالص في الشاورما خالص. فيعني بالنسبة للناس اللي ما بتحبش الزيوت في الاكل والكلام ده كله، فانا ما حطيتش زيوت خالص. هي نزلت الدسامة بتاعت اللحمة، ونزلت وطبعا المية بتاعت الفلفل الالوان والطماطم والكلام ده كله برضو سوت معايا الشاورما. بجد يعني وصفة حلوة جدا جدا جدا، اتمنى انتوا تجربوها. اللي كان بيساعدني في الفيديو واللي كان بيعمل السندوتشات هو اخويا، بصراحة هو اللي تكفل يعني بالموضوع، هو اللي عمل بقى السندوتشات وكده. يعني بصوا شكل السندوتشات عاملة ازاي، بجد خطيرة. طبعا انا مقدمة جنبها سلطة وبطاطس. بصوا شكل السلطة يعني، ولا السندوتشات، ياه جميلة جدا جدا جدا، خطيرة. وده طبعا الشكل النهائي معانا. اتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، تكون طريقة شرح كويسة. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير، فيديو جديد، والى اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسيبكم بقى تتفرجوا على بقية الفيديو، على الصور بقى اللي في الاخر وكده. يلا باي باي.